دلوقتي لخبر حلو بالنسبة للاعباتنا المحترفات. رشح كاس الاتحاد الانجليزي، هنا بنتكلم للسيدات، بنتكلم على الكرة النسائية طبعا. سارة عصام لاعبة منتخب مصر والمحترفة في صفوف النادي الانجليزي لجائزة افضل لاعبة في الجولة الثانية من بطولة كاس الاتحاد الانجليزي، لان هي نجحت مع فريقها في تسجيل هدف بالجولة الاولى. اتكلمنا عن سارة على فكرة كريم اكتر من مرة، وكانت هاتريك كمان في الجولة الثانية. طيب من ناحية تانية، سارة عصام كمان مع المنتخب حاليا هي موجودة لمواجهة السنغال ذهابا وإيابا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية. الذهاب هيكون يوم 30 نوفمبر والإياب هيكون يوم 5 ديسمبر المقبل. يعني فعلا نقدر نقول إن سارة هي شبهوها يا كريم بمحمد صلاح الكرة النسائية. أنا بكلم حضراتكم بجد على السوشيال ميديا تحديدا، وهي ماشية بخطوات رائعة جدا وثابتة جدا من وقت لما احترفت، كان وقتها 2017 في فريق كان ستوك سيتي الإنجليزي، وهي عندها حاليا 24 سنة، يعني لسه عندها وقت طويل تقدر إن هي تحقق مزيد من التألق والإنجازات طبعا في كرة القدم النسائية. حلو قوي الكلام ده على فكرة جداً. فكرة إن عندنا يعني لاعبات بالكيفية دي حاجة محترمة جدا. وبمناسبة بقى الكلام عن منتخب السيدات والتفوق النسائي الملحوظ، وتأكيدا للكلام اللي انت كنت بتقوليه من شوية، فكرة ان فعلا في تألق نسائي على صعيد الرياضة.